ذلك حسب رؤاهم وتنبؤاتهم في أسفارهم المقدسة عندهم. فاليهود يزعمون أن بيت المقدس وما حوله، بل وأرض إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، يزعمون أنها كلها ملك لهم بعهد وميثاق من الرب أعطاه لإبراهيم وذريته اليهود فقط. فهم يسعون لتحقيق ذلك امتثالا لعقيدتهم المحرفة. أما الصهاينة النصارى فإنهم يرون أنهم الأحق ببيت المقدس وأنه ملك لهم وحدهم وليس للمسلمين ولا لليهود، ويجب انتزاعه منهم. وهذا ما تجمع عليه جميع طوائف النصارى، إلا أن البروتستان ومن وافقهم من اتجاهات وتيارات الصهيونية النصرانية يعتقدون أن الله تعالى قد قدر أن المجيء الثاني للمسيح لن يتم إلا إذا اجتمع اليهود في فلسطين واتخذوا القدس عاصمة لهم، ثم هدموا المسجد الأقصى وأقاموا الهيكل مكانه. حينئذ يكون الزمن مهيئا لقدوم المسيح المخلص، مما سيجعل كثيرا من اليهود يتحولون إلى النصرانية. ولهذا فإن الصهيونية النصرانية تشترك مع الصهيونية اليهودية في الاعتقاد بضرورة هدم المسجد الأقصى وإزالته، فرفع الصوت بالصراخ والاستجداء من الأمم المتحدة الماسونية الصهيونية، ومن أمريكا البروتستانتية، ومن إنجلترا البروتستانتية، رفع الصوت والاستجداء لن يغني شيئا، لأن هؤلاء يعتقدون هذا الاعتقاد لا بد من هدمه وإزالته وإقامة الهيكل الثالث مكانه، والطائفتان تعملان من أجل ذلك، بل ويحاولون الإسراع في تحقيقه لأنه يعدل بمجيء المسيح المخلص. فالصهيونية النصرانية لا تعتقد أن لليهود حقا دائما في فلسطين وبيت المقدس، وإنما هي إقامة مؤقتة قدرها الله تمهيدا لتنصيرهم وتهيئة لمجيء المسيح. وفي ذلك الزمان تقتل الأمم ويقتل كثير من اليهود وتزول دولتهم على ما يملكون نهائيا، ويتنصر من بقي منهم، ويقوم حكم النصارى وملكهم في فلسطين على العالم كله لمدة 1000 عام، يعيشون فيها بسعادة وسلام كما يزعمون. وكما أن الصهاينة اليهود يستدلون بأسفار العهد القديم على هيكلهم وما يتعلق به، فكذلك الصهاينة النصارى يجعلون تلك الأسفار مصدرا لاعتقادهم في الهيكل، إلا أنهم يفسرونه مع ما يتوافق مع أسفار العهد الجديد ومع ما يتناسب عقائدهم ومصالحهم المستقلة.